السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أبرز العناوين. نبدأ من صحيفة المدى: حقوق الإنسان، 89 محاولة اغتيال لناشطين وإعلاميين ومدونين منذ احتجاجات تشرين. وفي العرب اللندنية: الحشد الشعبي أداة لتطويع العراق خدمة للأجندة الإيرانية. في صحيفة الزمان: غضب يسود الشارع إثر استهداف صحفي بعد ساعات من اغتيال الوزني. في كتابات: متظاهرون يحرقون مقر حزب المالكي والأمن يستعمل بنادق الصيد. في العربي 21: فلسطين تنتفض في القدس والضفة وأراضي 48 وغزة تطلق الصواريخ. وفي العربي الجديد: مئات الإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس. في القدس العربي: 20 شهيدا على الأقل، بينهم 9 أطفال في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة. شعب العراق الجريح لا يداويه الخيال السياسي، إنما ينتظر من الحاكم حتى وإن أحيط بحيتان القتل والفساد والطائفية، ينتظر قرارات ثورية جريئة. فهناك خلل في البنية المؤسساتية العراقية منذ عام 2003 التي بنيت على أساس خاطئ، وهو الطائفية والعنصرية القومية التي أنتجت محاصصة حزبية أدت إلى ترهل وفساد وعدم انتماء وطني لهذه المؤسسات. حول سياسة الكاظمي وفشله كتب ماجد السمرائي مقالا في صحيفة العرب اللندنية. واقعيا الملف الأمني هو الأكثر حساسية إلى جانب ملف الفساد، وتكشف الوقائع عدم قدرة الكاظمي على تنفيذ جريء لمشروعه المعلن، فقد تراجع في أول صدام له مع ميليشيا حزب الله في منطقة الدورة ببغداد أواخر عام 2020 بعد تهديدها باقتحام مكاتبه إثر اعتقال بعض عناصرها. كذلك التهديد الذي أعلنته كتائب العصائب بعد اعتقال أحد قادتها المسؤول عن الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد، وسط تحذير من زعيم العصائب للكاظمي من تكرار المداهمات والاعتقال، وأن حكومته مؤقتة مكلفة بمهمتي إجراء الانتخابات المبكرة ومعالجة التحديات الاقتصادية والصحية في ملف الفساد. شكل الكاظمي لجنة خاصة برئاسته وسط حملة إعلامية مكثفة حول مداهمة حيتان الفساد وإيداعهم السجون. صدرت قرارات قضائية بإحالة بعض المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، وراح الكاظمي يشكو في الإعلام من ضغوط يتعرض لها من قادة الأحزاب. انتقيت الأسماء المتهمة فيما بعد لتعكس لعبة التسقيط السياسي وتكريس الانقسامات الطائفية والحزبية داخل الطائفة الواحدة. الميليشيات المسلحة لم تكترث بخطاب الكاظمي الإعلامي بحصر السلاح، والمثال الأخير ما تتعرض له منطقة الطارمية ضمن حزام بغداد ومدينة ديالى السنيتان من استنساخ لما حصل من حرمان أهل مدينة جرف الصخر من حق العودة إلى ديارهم. الآن وبعد مرور 4 سنوات على إعلان هزيمة داعش، ما سبب بقاء القوات في العراق؟ خاصة بعد إعلان بايدن سحب قوات بلاده من أفغانستان. ومن وراء عمليات الهجوم المتناوبة على القواعد والمتميزة بأنها لا تسبب ضررا لأي من القوات؟ وما هو موقف الحكومة العراقية والمنظور الشعبي لهذه العمليات؟ تتساءل الكاتبة هيفاء زنجنة في مقالها في صحيفة القدس العربية. عدم تطرق بايدن بأي شكل كان للوضع في العراق، غياب العراق بشكل كلي عن الأجندة السياسية المعلنة، صارخ حتى عند تناول الأوضاع ذات العلاقة الوثيقة به وبأمريكا وإيران وحتى أفغانستان،
فهل السبب هو الرغبة الأمريكية بحسم ملف الخلاف مع إيران؟ لأنه الأهم بالنسبة إليها، واعتبار العراق ورقة مقايضة ذات صلاحية غير محدودة من أجل التوصل إلى اتفاق، أو لعل إهمال ذكر العراق نابع من الرغبة بنسيان خطأ لا تريد الإرادة الجديدة التذكير به باعتباره من الماضي، والماضي بالنسبة إلى أمريكا زمن غير موجود تجنباً للمساءلة وما يصاحبها من التزامات قانونية وإنسانية. ويبقى الحل الوحيد للتخلص من وجود النيكولونيالية الأمريكية والنفوذ الميليشياوي الإيراني هو في اتخاذ موقف مقاوم واضح من كلا الاحتلالين، وعدم تحويل العراق إلى ساحة تصفية حسابات، والحفاظ بكل السبل الممكنة على الهوية الوطنية لعراق مستقل موحد، والتي تتعرض للتكميم والاعتقال والقتل كما لاحظنا في مراحل مختلفة من مقاومة الاحتلال منذ 2003، وكما يدفع ثمنها غاليا الجيل الجديد من أبناء انتفاضة تشرين أكتوبر 2019. تقول الكاتبة: ستبقى قوات الاحتلال الأمريكي في العراق المغيب في خطاب السياسة الخارجية، لأن بايدن لا يريد أن يبدو وكأنه يواصل سياسة ترامب في العراق. عن أسرار فتح مخازن العراق في عام 2003، كتب وليد الزبيدي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني العراقي، وجاء فيه: ربما يعتقد الكثيرون أن المخازن الحكومية قد تسابق بعض العراقيين لكسر أبوابها في أيام الاحتلال الأولى، لكن الحقيقة يعترف بها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إبان الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، ما يؤكد أن ذلك الفعل قد تم ضمن مخطط بعيد المدى وله أهدافه المبيتة والخطيرة. إن التصور العام الذي قدمه القائمون على تنفيذ مشروع الاحتلال الأمريكي للعراق والذين التقوا وعملوا تحت مسمى المعارضة العراقية حرصوا كل الحرص على تصوير المجتمع العراقي بجميع مكوناته وعناوينه على أنه عبارة عن براميل بارود جاهزة للانفجار ومن ثم إشعال الفتن. لقد كان مخطط إغراق المجتمع العراقي بمختلف الأسلحة ضمن ثوابت الاستراتيجية الأمريكية في العراق، واعتقد المخططون الأمريكيون أنه ولمجرد انتشار قواتهم في العراق فإن تحريك العراقيين سيكون وفق مخططاتهم، بما في ذلك إشعال الحروب الأهلية والطائفية والمناطقية. لكن حصل ما لم يدر بخلود هؤلاء، وبدلاً من انتشار السلاح بالطريقة التي خططوا لها فقد تلاقفت فصائل المقاومة العراقية الكميات الأكبر من تلك الأسلحة لتبدأ رحلة تصويبها نحو صدور الغزاة، وبكثافة ودقة لم يتوقعوها على الإطلاق. يقول الكاتب: بعد أن فشل مخططهم الأول في إشعال الفتن بين العراقيين، فقد شرعوا مجددا بتسليح فصائل وكيانات سياسية سبق وقدمت خدماتها الهائلة للغزاة المحتلين، وما زالوا لتوظيفهم في مرحلة صعبة وخطيرة يعيشها البلد، وقد ترمي العراق في عصف شديد لا أحد يستطيع تحديد مداياته. هل تريدون الفوضى أم تريدون مجلس نواب ظريفا وخفيف الظل يجنبكم الوقوع في أهوال المصائب؟ هذا السؤال أصبح يطرح هذه الأيام وبقوة. كيف تريدون غلق باب مجلس أو كيف تريدون غلق باب مجلس النواب وترضى أعضاء مجلس المحافظات عن دكاكينهم؟ جاء ذلك في مقال للكاتب علي حسين في صحيفة المدى. يردد المقربون والمنتفعون شريطا غنائيا واحدا: إنكم تريدون إسقاط التجربة الديمقراطية الوليدة والالتفاف على إرادة الجماهير وإجهاض العملية السياسية. وبلغت الشعارات حد أن البعض قال
إذا كنتم مصرون على إحداث تغيير فليس هناك من حل سوى السلاح الذي سيكون الحكم بيننا وبين من يريدون الالتفاف على العملية السياسية. فيما العراقيون يعيشون لحظة فارقة في تاريخهم المعاصر وسط خطابات زائفة ومقيتة عن الديمقراطية وإرادة الناس وإعادة إنتاج نظام لا يعرف إلا لغة السمع والطاعة، خطابات ينسى أصحابها أن الديمقراطية ليست سلاحاً تقتل به أبناء شعبك، وأن الديمقراطية لا يمكن تجريدها من جوهرها الحقيقي الذي يعني أن السياسي لا يحق له أن يكون سيفاً مسلطاً على رقاب الناس يجزها في اللحظة التي يعتقد فيها أن هذه الديمقراطية نفسها تريد له أن يغادر الكرسي بسلام. أصحاب الوصايا يحذروننا هذه الأيام من أن العراق سيمر بظرف عصيب لو أن الشعب لم يأخذ الحيطة والحذر من الأعداء الذين يتربصون به. يتحدثون كل يوم عن الكارثة التي تنتظرنا لو أننا تجرأنا على مجرد التفكير في المطالبة بالإصلاح السياسي. كل تجارب التاريخ تعلمنا أن الفشل والتسلط لا يصنع دولاً تنعم بالعافية، مهما كانت الشعارات التي يرفعها أصحاب مبدأ الحيطة والحذر والأكاذيب التي ينشرونها بين الناس. هناك حقائق تكشفت عنها انتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس وأكنافها تبدو محملة بالدروس والدلالات التي يتعين التوقف عندها والتأمل بها، إلى جانب المتابعة اليومية لصفحات المجد والبطولة التي يسطرها المقدسيون وأبناء شعب فلسطين في مواجهتهم الباسلة لطوفان الاستيطان والعنصرية. مقال للكاتب عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية. أن هذا الشعب المحمل بالمفاجآت لا يكف عن المبادرة والإبداع في ابتكار وسائل وأنماط كفاحه، وأن روحه الوطنية الوثابة تتقافز من بين ضلوع أبنائه جيلا بعد جيل، وأنه هو من يفرض أجندته على قيادته ويرسم لها طريق الخلاص بعد أن تبددت بها السبل وتاهت في دهاليز الضعف والترهل والانقسام وشغف السلطة وامتيازاتها. الفلسطينيون تعلموا الدرس جيدا، وبالفطرة المعززة بالتجربة هم يعرفون جيدا أن الانتفاضة في وجه الاحتلال هو الصوت الاحتجاجي الأقوى والأمضى ضد الانقسام والترهل والشيخوخة والفساد والرهانات الخائبة. أن انتفاضة القدس وشعبها تؤذن بإزاحة الخط الأخضر وبقية خطوط التقسيم التي فرضت على الشعب الفلسطيني، وإذا كانت إسرائيل هي من بدأ بإزالة هذا الخط طمعاً في الضم والاستيلاء على أرض الفلسطينيين وتبديد حقوقهم التاريخية، فإن الفلسطينيين يركلون هذه الخطوط بأقدامهم ولكن بهدف إعادة بناء وحدتهم الوطنية كشعب واحد على أرض فلسطين التاريخية في مواجهة الابتلاع والتبديد والتهويد والأسرلة. سقطت رهانات المتأسرلين الذين ظنوا أنهم بزحفهم على بطونهم أمام نتنياهو وبينت وحاخامات اليمين المتدين الإسرائيليين إنما يسلكون طريق الحق، وبئس ما كانوا يظنون. هذه الانتفاضة التي وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والشتات إنما تسقط مساعي أطراف عدة ومنها فلسطينية لاختصار الوطني بخرائط أوسلو والشعب بمن تبقى على جزر الوطن المعزولة. الشعب الفلسطيني بملايينه 13 يثبت من جديد أنه أعصي على القسمة والاختزال، أن على القيادة أن تنبذ أوهامها وأن تشرع من دون إبطاء في استعادة وحدة الأرض والشعب والمشروع. يقول الكاتب فراس أبو هلال: لا نعرف إلى ماذا ستنتهي محاولات الاحتلال الجارية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك،
ولكننا نعرف أن القدس انتصرت بأهلها وأهل الضفة والأراضي المحتلة منذ عام 1948 عدة مرات على سطوة الاحتلال خلال السنوات والأسابيع الماضية، وأنها ستنتصر في جولات أخرى بغض النظر عن نتيجة هذه الجولة. استطاعت الإرادة الفلسطينية في القدس أن تنتصر في معركة الوعي بمواجهة دعاية أنظمة التطبيع، فقد تمكنت الأحداث من إعادة الرواية الحقيقية للصراع مع الاحتلال بعد سنوات من محاولات الأنظمة الرسمية تزييف هذه الرواية. سقط كل الخطاب الساعي لشيطنة الشعب الفلسطيني والاتهامه ببيع الأرض والخيانة، وسقطت كل محاولات تجميل وجه الاحتلال القبيح، واستطاعت صور الصمود القادمة من القدس أن تعيد البوصلة لاتجاهها الصحيح. كان الصمود الفلسطيني لأيام كفيلاً بإفراغ حملات التشويه التي صرفت عليها ملايين الدولارات لعدة سنوات. انتصر المقدسيون في توحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فليس هناك من قضية توحد الشعب داخل الوطن وفي الشتات أكثر من الاشتباك مع الاحتلال، وليس هناك من عنوان يجمع الفلسطينيين أكثر من القدس. ما هو مؤكد أن صمود المقدسيين انتصر في عدة جولات خلال السنوات الماضية، سواء كان ذلك في حرب الإرادة مع الاحتلال أو في معارك الوعي والإعلام. وما هو أكثر تأكيداً أن الصمود الفلسطيني سيكون قادراً اليوم وغداً ودائماً على توحيد الفلسطينيين وتسجيل نقاط في صراعه الطويل مع الاحتلال في زمن الانحطاط العربي الرسمي، وفي زمن تخبط وفشل خيارات سلطة أوسلو وتنسيقها الأمني المشين بحسب الكاتب. نقلت وكالات الأنباء صوراً حول مواجهات عنيفة في المسجد بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين المعتكفين فيه، وخلفت المواجهات العنيفة حتى الآن مئات الجرحى. وتظهر الصور صمود المقدسيين بوجه قوات الاحتلال، واقتحم العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وسط إطلاق كثيف لرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين الذين احتشدوا للتصدي لاقتحامات المستوطنين، ورد الشبان برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة وصيحات الله أكبر. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. إذن مشاهدين بهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.